تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ہمارے فیصل آباد کی عظیم شخصیت انٹرنیشنل قرآن میں سے حضرت قاری المقری قاری نسیم اللہ حجازی صاحب ان کے فرزند ارجمند قاری طلحہ نسیم حجازی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں تلاوت قرآن پاک ارشاد فرمائیں تشریف لاتے ہیں جناب قاری طلحہ نسیم حجازی صاحب بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا فنعم ما أجر العاملين
ذكر الملائكة حافين من حاوي العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله.